او الانتربل كونفيدنس. شو الفكره الاساسيه اللي عندنا خلال الشابتر الماضي؟ حكينا عن الاستيميتر صح؟ في النهايه ما طلع معي قيمه، القيمه هاي حتمثل السامبل اللي تلقائيا حتمثل في النهايه البوبيوليشن، حنستخدم هاي القيمه للشيء اللي احنا بدنا اياه. لكن في المقابل سؤالي، مين حكى انه هاي القيمه صح؟ يعني ممكن انا السامبل اللي انا مختارها يطلع فيها اختيار السامبل بشكل عشوائي، يطلع فيها اخطاء معينه، فيطلع الرقم اصلا مش هي من الارقام اللي مش موجوده، يعني يطلع الرقم اصلا بعيد. فعشان هيك حنتناول في موضوع جديد هو عباره عن الكونفدنس او الانترفال كونفدنس، اللي بمعنى ثاني حدد ليفل الكونفدنس. مثلا اجي احكي والله اذا طلع الرقم ضمن هاي الرينج فانا متاكد بنسبه 95% من الرقم صح. معناها 95% من الاحتمالات، لو افترضنا تقريبا 95%، 95% من الاحتمالات لقيم المين لو انا اخذت سامبل وحسبت مين حتطلع ضمن هذا الرينج، وفي 5% حتطلع خطا. احنا اخترنا عينة صح ولا خطا؟ من خلال عينة حسبنا مين؟ هل هذا المين صح ولا خطا؟ انا ما بعرف. فعشان هيك انا بدي في البداية احدد الانترفال، اسميها كونفيدنس او الانترفال اوف كونفيدنس، اجي احكي انه اذا قيم المين ضمن هاي الانترفال بالنهاية هاي الانترفال الدقة تبعتها 95%، يعني 95% احتمالية انه يطلع الجواب ضمن هاي الانترفال 95%. ممكن تختار رقم 90%، ممكن تختار رقم 99%، انتوا حتحددوا في النهاية درجة الكونفدنس اللي بدكم اياها. ففي ثلاث مصطلحات حنتعلمهم، المصطلح الأول هو عبارة عن الكونفدنس ان جنرال. المصطلح الثاني هو عبارة عن توليرنس. شو المقصود في التوليرنس؟ لو اجيبه على اي جهاز بيجي بحكي لكم والله هذا الجهاز بيطرى لاقرب مثلا مليمتر بلس ماينس نسبة صح؟ مثلا نسبة خطأ، مثلا بيجي بحكي لك والله دقة هذا الجهاز بتساوي لاقرب مثلا 1%، 1% مثلا لاقرب ثانية او اقرب ثانية بلس ماينس 1%. زي الجي بي اس مثلا 2 سم، 2 سم بدها تكون عباره عن نسبه من شيء ثاني. وفي مصطلح ثاني عندنا هو عباره عن التولرنس كمان اللي هو نوعا ما بعطي انديكيشن. شو يعني بعطي انديكيشن؟ بعطي نيجي نحكي والله المين بيساوي 100 بلس ماينس 2، هو بيعطيك انديكيشن والله قيمه المين اللي لازم تطلع معها. المصطلح الثالث هو عباره عن فيوتشر كونفدنس. اللي بتكون لها علاقه في المستقبل. شو يعني لها علاقه في المستقبل؟ انا بناء على العينات اللي انا عملتها بناء على البوبيوليشن اللي عندي اخترت سامبل، هاي السامبل حسبت لها مثلا طلع معي ضمن رينج معين ضمن الكونفدنس انترفال معين. هل الكونفدنس انترفال ثابت مع الزمن لما يدخل عليها عينات جديده؟ حتتغير صح؟ فعشان هيك هي اسمها فيوتشر كونفدنس انترفال، اللي بتعطيك انديكيشن للقيمه اللي طلعت معك في النهايه مع الزمن كيف حتتغير. والله بناء على اساس لو بده يدخلها مثلا 20 قيمه جديده حتتغير هاي الانترفال تصير بين هذا الرقم وبين هذا الرقم. يعني مثلا كان القراءات اللي عندنا الكونفدنس انترفال بين 2 و 4 بناء والله لو دخل عليها كمان 50 قيمه جديده حتصير مثلا الكونفدنس انترفال الموجودة عندنا مثلا 1.9 ل 4.1. فهي عباره عن فيوتشر كونفدنس انترفال اللي حنتعلمها. هلا بالنسبه للكونفدنس انترفال قبل ما ابدا فيها في نوعين، في حاجه اسمها الكونفدنس انترفال بوث سايد كونفدنس انترفال، في واحد اسمها وان سايد كونفدنس انترفال. شو المقصود في البوث سايد وشو المقصود في الوان سايد؟ البوث سايد كونفدنس انترفال معناها انت شغال في البلس وشغال في الماينس، شغال على النورمال ديستريبيوشن بلس وماينس، اوكي؟ فحيكون عندك القيم بالنسبه لك في ابر باوند وفي لور باوند التنتين. فانت بتصير القيم مثلا 3 الكونفدنس انترفال اللي عندك من 1 ل 4 مثلا، اوكي؟ الابر باوند او اللي هي الوان سايد كونفدنس انترفال حيكون عندك الكونفدنس انترفال بس من جهه واحده. كيف يعني بس من جهه واحده؟ والله بتحكي الرقم عبارة عن المين زائد 2 أو اللور باوند كونفدنس انترفال مثلا المين ناقص 2، بتكون عندك القيم
هي محدده بس من جهه ما بتكون محدده جداً. طبعا هذا في النهايه بيعتمد على الابلكيشن، هل الابلكيشن بيتيح لك كل المجال من البلس للماينس ولا بيتيح لك بس طير معينه ابر باوند لو. هذا اللي احنا حنعمله اليوم. هلا بالنسبه كتسميه حنعرف انه قيم اكس اكبر من ال لور باوند ليس ذان يو اللي عباره عن ابر، فال لور ابر هي عباره عن اللور باوند ويو هي عباره عن الابر ما دام قيم ال وقيم يو هم عباره عن قيم مش معروفه، فبالتالي ال ويو في النهايه حيطلعوا random variables. فعشان هيك هذول القيم هم عباره عن random variables فاعطي هاي ال كابيتال، وهاي نفس الشيء lower bound upper bound اعطيها يو كابيتال. فحسب بالنسبة لي القيمة x اللي بنوصل random variable حتكون أكبر أو تساوي L random variable قد أو تساوي U اللي عبارة عن random. أوكي، حتى هلا بالنسبة لـ confidence interval حنشوفيهم شوي شوي. زي ما حكيت الهدف من confidence interval إنه أنا أحدد شو الانترفال اللي بتعطيني نسبة دقة معينة. شو الانترفال اللي بتعطيني نسبة دقة معينة؟ مثلا بنرجع لنسبة الدقة 95%، معناها نسبة الخطأ كم؟ 5%. نسبة الخطأ 5% معناها 2.5% منهم تحت تحت، 2.5% منهم فوق. اوكي؟ هو الاستيميتور يعني اوكي، هلا الاستيميتور اعطانا رقم. صح؟ هل هذا الرقم ضمن الكونفدنس انترفال ولا لا؟ إذا حكيت إنه هذا الرقم مثلا الكونفدنس انترفال عندي خلينا نفترض 95، معناها الرقم اللي انت بتطلعه كاستيميتر احتماليته انه يطلع ضمن الرينج اللي انا بحكي عنه الكونفدنس انترفال 95%، واحتماليته انه ما يطلع 5%. هلا عشان ترفع الكونفدنس انترفال، هلا حنشوف هذا الشيء لازم سوري، عشان ترفع درجه الكونفدنس اللي عندك شو لازم تعمل؟ بتزيد الانترفال. مش كل ما زادت الانترفال بتزيد احتماليه انه الرقم يطلع في داخلها، فمثلا ترفع النسبه ل 99% او مثلا 98% حسب الدقه اللي انت بدك اياها، لكن القيم التيبيكال اللي احنا في العقد بنتعامل فيهم 95% 99% 90% هذول اكثر. اوكي، هلا عرفنا ال يو عباره عن اللور باوند والابر باوند. اوكي، فاحنا من خلال المعلومات السابقه بالنسبه للنورمال ديستريبيوشن حكينا انه في عندنا بالنسبه للنورمال ديستريبيوشن المين فاليو اللي هي عباره عن ميو والفارنس اللي هو عباره عن سيجما سكوير على ان، فبالتالي عملنا نورماليزيشن من خلال النورمال ستاندرد ديستريبيوشن اللي عباره عن زد اللي كانت بتساوي اكس بار ماينس ميو على سيجما على جذر، صح؟ متذكرين هاي المعادله؟ تفضل الشيخ. هو انا ما بدي اعتمد هاي لكن ان كان موجود انا حرجع في النهايه ل ماشي. ففي النهايه عندنا القيم اللي عباره عن نورمال نورماليزيشن اكس بار ماينس ميو على سيجما على جذر ال. اوكي، زي ما حكيت لكم حيكون في عندنا كونفيدنس انترفال اللي هي حتكون اكبر او اكبر من ال اقل من اللي هي الابر باوند اللي هي عباره عن. اوكي، هلا احتماليه انه يطلع اكس اكبر من ال اقل من يو حتساوي 1 ماينس الفا، والواحد ماينس الفا هي عباره عن كونفدنس الكونفدنس اللي موجود عندك. صحيح، 1 ناقص الفا هي عباره عن الكونفدنس اللي موجود عندك. هذا اللي احنا حنعمله. هلا بدي اجي لهي القيمه اللي هي عباره عن احتماليه انه ال اكس اكبر من ال اقل من يو وتساوي 1 ناقص الفا، بدي اعملها نورماليزيشن. بدي اعملها نورماليزيشن، يعني بمعنى ثاني بدي احول القيم اللي موجوده هون باتجاه النورماليزيشن. هلا هاي القيمه معناها انه قيمه اكس اكبر من ال اقل من يو، فلو فرضت انه اكس بالنسبه لي الاستيميتر لاكس هو عباره عن المين يو، معناها احتماليه انه المين اكبر من ال اقل من يو حتكون بتساوي 1 ماينس. هاي فرض انه الاستيميتر بالنسبه له عباره عن المين. حنيجي لموضوع ثاني مثلا لو فرض الاستيميتر هو عباره عن الفارنس، لكن بشكل عام في الغالب احنا بنروح على اساس انه المين هو الاستيميتر. اوكي؟ فالاستيميتر هي القيمه اللي انا بدي احسبها.
حعمل نورماليزيشن لهي القيمه من خلال عباره عن اكس ماينس ميو على سيجما على جذر ال، اوكي؟ فبطلع معنا لو عملت له نورماليزيشن بطلع حعوض بدل ميو اللي عباره عن اكس ماينس ميو على سيجما على جذر ال في هلا اكبر او تساوي اللور بارت بالابر اللي هم هاي القيمه. هلا مجرد ما انا عملت نورماليزيشن اللي حيصير انه هاي القيمه حتصير عباره عن اكس ماينس ميو على سيجما على جذر ال. هلا هاي القيمه حتكون اكبر او تساوي قيمه لها علاقه عاملها نورماليزيشن اقل او تساوي قيمه كمان عاملها نورماليزيشن، فعشان هيك هاي حتكون عباره عن زد الالفا على 2. شو يعني؟ انا عندي 1 ناقص الفا هي عباره عن الكونفيدنس، واتفقنا انه حيكون عندي نسبه الخطا الموجوده تكمله الالفا، صح؟ معناها اللور باوند اللي تحت اللور باوند واللي فوق الابر باوند، صح؟ حينقسموا عباره عن الفا على 2 الفا على 2 عشان هيك هي حتكون عباره عن زد الماينس الفا على 2 وهي عباره عن زد الالفا على 2. اوكي، هاي القيمه اللي هون حاجه على اساس اني انا احولها بدلاله الاكس بار او بدلاله الميو، حضرب في هاي القيمه على الاطراف وحقسم، فبطلع معاكم في النهايه انه هي عباره عن احتماليه البروبابيلتي للميو اللي عباره عن المين انها تكون اكبر من الاكس بار ماينس زد الالفا على 2 طبعا مضروب في في سيجما على جذر ال اقل او تساوي اكس بار زائد زد الالفا على 2 في سيجما على جذر ال بتساوي 1 ناقص. اوكي؟ طبعا زي ما حكيت لكم انه كل واحده من هذول هي عباره عن راندوم فاريبل حتشتغلوا عليه، فبالملخص بنوصل انه قيمه الميو حتكون اكبر او تساوي كونفدنس انترفل اكبر من اكس بار ماينس زد الالفا على 2 طبعا مضروبه في سيجما على جذر ال لما تضربوها، اوكي؟ اقل او تساوي اكس بار زائد اللي هي زد الالفا على 2 في سيجما على جذر ال. هلا قيم زد بنفس الطريقه اللي المفروض تعملوها من خلال النورماليزيشن، قيم زد بنفس الطريقه، اوكي؟ هلا من ضمن الملاحظات انه هاي فيها ابروكسيميشن، الابروكسيميشن من جد من اصلا حساب بي ام سيجما على جذر ال، متذكرين موضوع الام والام ناقص واحد؟ بالضبط، فانا لو فرض الكونفدنس 95% القيمة الاكشوال بتطلع فعليا لانه شغال على سامبل، انا ماخذ سامبل مش ماخذ البوبيوليشن تعمل، القيمة الفعلية بتطلع بحدود 93% او 95%. هذا عبارة عن اكزامبل. اوكي، بنحكي عن اي اس تي ام ستاندرد ديفاين ستاندرد تيست ريزلت فور نوتش انرجي اند اتس اوفن يوز تو ديتيرمين ويذر اور نوت ماتيريال اكسبيرينس ات ذا تايم تو بريتل ترانزيشن وذ ديكريسينج تمبرتشر. فالقراءات اللي طلعوا معنا هم عباره عن هاي القراءات من 64 و1 هذول القراءات لغايه 64 و3 فبيحكي انه هذول القراءات هي عباره عن يعني تحت تاثير النورمال ديستريبيوشن والستاندرد ديفيشن بيساوي 1 جول والاكس بار اللي طلع معنا هو عباره عن 64 و46%. فشو الكونفدنس انترفال اللي عندي بناء على كونفدنس 95؟ شو الكونفدنس انترفال اللي عندي بناء على 95؟ معناها القيمة زي ما اتفقنا اللي هي عبارة عن المين حتكون أكبر من اكس بار ماينس زد الألفا على 2 في سيجما على جذر ال أقل القيمة اللي حكينا عنها، فبناء عليهم بيطلع معنا إنه المين قراءة 63 و84 لعند 65 و60. هلا هاي شو معناها؟ يعني أي عينة باخذها بتطلع أي عينة باخذها المين احتمالية إنه يطلع الاستيميت تبعه عبارة عن المين بين هدول بين هذا الرينج هي 95، واحتمالية إنه يطلع مش ضمن هذا الرينج 65. فعشان هيك بنستخدم هاي الطريقة على أساس أحكي والله شو الكونفدنس اللي عندي للأرقام اللي طلعت. ألفا كيف بيجي لازم تكون موضوع عامة؟ هلا ألفا تعتمد على الأبلكيشن. شو يعني تعتمد على الأبلكيشن؟ مثلا تيجي بتحكي والله أنا بالنسبة لي بدي أصمم على 99. فبناء عليها بتطلع مع قيمة ألفا. مش ألفا هي الكونفدنس؟ 99. أوكي. واحد ثاني بيجي بيحكي والله أنا بدي أصمم على 95. فهي تعتمد على الابلكيشن اللي انت بدك تشتغل عليه. مثلا في تصميم الرياح في كونفدنس،
في قيم اف سي برايم تعطونا الكوربين في ريليبيليتي كونفيدنس معينه شغاله معنا. هي يعني الالفا واحد ناقص الكونفيدنس يعني ب 95% مثلا ف يعني انه الالفا 95% فالواحد 95% ولا 5% فواحد ناقص الفا اللي هي عباره عن 95%. فعشان هيك القيمه هي اكبر من مضاف الرقم اقل من مضاف الرقم. يعني لو اجيت ارسم على الفرص احنا اللي عم نرسمه كالتالي، في عندنا نورمال ديستريبيوشن. عم بالي بحكي لك انه عباره عن ميو هاي اللي هون اكبر او سوري اقل من هذا الرقم واكبر من هذا الرقم، معناها فعليا اقل من هذا الرقم هي عباره عن هاي الثلاث. بدي استثني منهم اللي هون صح؟ بيطلع معك هذا الرقم، هذا الرقم عباره عن 95 او 99% او 90% اكثر الابلكيشن اللي بتكون. في حدا بده يعمل مشكله فيهم؟ اه واضح. في حدا؟ واضح. هاي زي ما حكيت لكم اللي هي القيم، يعني شيء يعني شرح بسيط وسريع للكونفيدنس اللي انتم بتكون تعتمدوه ككونفيدنس انترفال، هل هو 90% ولا 95% ولا عباره عن 99%، هي قيم زد المقابل لهم. مثلا الفكره كالتالي، لو واحد فيكم قرر بده يعمل الكونفيدنس 99% معناها بده يطرح زد الالفا لايش؟ 1% يعني 1% على 2 اه صح 5% اوكي اللي هي عباره عن 5%. هلا لو جربتوا تعملوا هذه الطريقه بتطلع معكم طبعا سيجما 99% هي عباره عن 2.58 ضرب 2 بصير عباره عن رقم 5.16 سيجما على جذر، معناها الانترفال اللي بتلزمكم عشان 95% هي عباره عن 3.92 سيجما على جذر، في المقابل الانترفال اللي بتلزمكم عشان 99% 5.16 سيجما على جذر. هاي شو المقصود فيها؟ ببساطه مين اكبر كانترفال؟ هذا ولا هذا؟ 99% معناها انا عشان احقق ليفل الكونفدنس اعلى بكبر الانترفال اللي موجود عندي، فباجي بحكي 99% احتماليه انه يطلع معي الرقم بين هذا الرقم بين هذا الرقم، ففعليا انا بكون كبرت الانترفال اللي موجود عندي. زد فالوز الجدول النورمال ديستريبيوشن كلها تكون عباره عن نورمال ديستريبيوشن. اي بس شرح اوكي. هلا بناء على الشغلات الماضيه انا لازم احدد شو عدد السامبل انا لازم اختاره عشان احقق درجه كونفدنس معينه، يعني كل هذا هدول في النهايه عباره عن عدد سامبل. اوكي هلا السامبل دائما فيها نسبه خطا، لو فرضنا انه الخطا هو عباره عن ايه فالايرور في النهايه شو حيساوي؟ عباره عن الترو فاليو اللي هي عباره عن اكس بار ماينس الدنيا، هاي عباره عن ايرور ممكن يطلع لك. ومره ثانيه اوكي الايرور بالنسبه لنا هو عباره عن اي اللي حتساوي اكس بار ماينس، فبناء عليها لو انتم مشيتوا هون بيطلع معكم عدد السامبل اللي بتلزمكم هي عباره عن زد الالفا على 2 في سيجما على اي اللي هي نسبة الخطأ الموجودة عندكم، طبعا تربية. هي هاي بتيجي بس الاشتقاق اللي موجود هون، بتقدر تحسبها. فمرة ثانية السامبل اللي بتلزمكم هي عبارة عن زد ألف على 2 في ستاندرد ديفيشن على الايرور اللي موجود عندكم، طبعا قيمة هاي التربية. طبعا أكيد هاي القيمة حتقربوها، يعني مثلا حيطلع الرقم فيه نصف صح؟ فأكيد هاي القيمة رقم. مثلا خلال هذا الاكزامبل بيحكي عن تيست بيحكي انه هو بده كونفدنس مقداره 95% كونفدنس مقداره 95% ونسبه الخطا اللي بتحملها هي عباره عن نص. هلا نسبه الخطا هي عباره عن فاليو، شو يعني؟ مثلا انا قيم اف سي برايم خلينا نفترض تطلع مثلا 30 ميجا باسكال بتحمل ويطلع الخطا معي في زائد ناقص نص زائد او ناقص نص او زائد او ناقص واحد، هي عباره عن اوكي.
فبيطلع معنا هون مثلا بده ليفل الكونفدنس 95%، بناء على ليفل الكونفدنس 95% شو بنطلع؟ قيمة زد الألفا على 2 اللي هي عبارة عن البوينت 0.025 صح؟ اوكي، الستاندرد ديفيشن حيكون موجود معكم، فبناء على بيطلع معكم عدد العينة اللي بتلزمكم عشان تحصلوا نسبة دقة أو كونفدنس انترفال 95% بخطأ مقدار ونص، هو عبارة عن زد الألفا على 2 1.96 في 1 على نص الكل تربيع اللي عبارة عن 15.37، فبنزل معين مقدار 16. هلا لو زدت العينة شو بصير؟ نجربها. لو زدت العينة شو بصير؟ قيمة زد هلا ام انا عندي بتساوي زد الألفا على 2 سيجما على ايه؟ حكينا بناء على خطأ مقدار ونص في القراءة وكونفيدنس مقداره 95% طلع بينزل من 16 تمام لهون؟ اوكي، خليني بدي اثبت الخطا نص وبدي اروح ازيد العينه بدل 16 بدي اروح اعمل هون 50 تمام. هلا عباره عن نص في 50 حنقسم على سيجما مره ثانيه، سوري بدنا ناخذ الجذر من الطرف اوكي، العينه خلينا ناخذ 50 تقريبا بنحكي 49 7 سنة. اوكي 7 في نص 14 7 3.5 3.5 لو قسمنا على 1 اللي هي عباره عن سيجما ونثبت الرقم عباره عن 3.5 زد الالفا على 2 بتساوي 3.5 معناها زادت الالفا شو صار فيها 3.5 كده معناها المساحه على تحت المنحنى معناها انا تحت المنحنى زادت المساحه معناها النسبه زادت الكونفيدنس مثلا لما احكي عن 95% بحكي عن 1.96 صح؟ فانا هون لما احكي انه الرقم صار 3.5 معناها انا وصلت هون صح؟ معناها نسبة الخطأ اللي عندي قلت فزيادة ان طبعا احنا بنعمل بشكل تلقائي لو وجدنا ان نسبة الخطأ اللي عندنا او بطريقة ثانية نقدر نجيبها بطريقة ثانية لو زدنا ان وثبتنا تبع الكونفيدنس انترفال شو بده يصير في الايرور كمان اكيد فعشان يكونوا مربوطين مع بعض اما بحدد كونفيدنس انترفال وخطا انا بتحمله في القراءه اوكي بناء عليه بطلع عندي شو كم شو الساندر سايز اللي لازم يكون عندي على اساس انه انا احقق هدول التارجت او من خلال هاي السامبل بحدد شو الايرور اللي انا بتحمله فبزيد عدد السامبل او بقلل عدد السامبل بناء عليه هلا بالنسبة للموضوع اللي حكيت لكم عنه انه هي الى طريقتين اما تو سايز او البوت سايز كونفدنس باونس او الوان سايز كونفدنس باونس حكيت لكم في البوت سايز كونفدنس باونس زي ما احنا كنا نشتغل بقسم الفا لالفا على 2 الفا على 2 هلا في الوان سايز بكون انا صرت شغال على جهه واحده فبصير عندي الفا من جهه واحده هلا في الوان سايد اما الوان سايد حيكون عندي هو عباره عن اللور باوند او بده يكون الابر باوند عشان هيك بنقسمها اما ابر كونفدنس باوند بحيث انه بتصير عباره عن ميو اقل او تساوي الاكس بار زائد زد الالفا سيجما على جنب وهذا الفرق بينه وبين البوت سايد يعني ما حدا يتوقع لما انا اجي احكي البوت سايد لو حولتها لوان سايد انه الرقم هو تقسيم 2 مباشره او ضرب 2 مباشره في فرق، شو الفرق؟ انه كنت اوزع الالفا لالفا على 2 والفا على 2 حاليا كلها باخذهم من جهه واحده. اوكي هلا في الفالوز اللي هي 99% 98% 97% نسب قليله. يعني باخذ الفا لحالها مش الفا على 2 الفا بالضبط الفا كم؟ هلا مره ثانيه في الفالوز تبعوني 99% 98% 97% 95% هاي الارقام كلها موجوده ضمن هاي المنطقه صح؟ فألفا وألفا على 2 مش كثير بتفرق بس مجرد ما توصلوا هاي المنطقة اللي هون بتصير أكثر بتصير رقم لأي فرق كثير أوكي خلينا نشوف هذا يعني هون في هلا مقارنة بتشوفوها هذا عبارة عن إكزامبل وان سايد كونفدنس باوند بحكي لنا نسبة هي عبارة عن لور وان سايد نسبة اللي لها 95% فلازم يطلع معنا حسب هون قيمة الميو أقل أو تساوي ال، وال بالنسبة لي عبارة عن x بار ماينس زد الألفا في سيجما على جذر.
اوكي بناء على 95% والستاندرد سايز بيساوي 10 والستاندرد ديفيشن بيساوي 1 بناء عليه بتطلع معي ميو بتكون قيمتها اكبر من 63.94 تمام لهم. هلا اذا بتلاحظوا هذا الاكزامبل هو نفس الاكزامبل اللي انا اخذته من شوي صغير اللي طلع عندي رينج من اللور باوند للابر باوند. هلا نروح المره الثانيه كم طلع معهم 63.94% بناء على لور باوند وان سايد وان سايد لور. خليني ارجع شوي صغير للاكزامبل اللي كان معنا نفس الجوب 63.84% فلاحظوا في فرق. هلا لو رحتوا على نسب مش 90 مش 95% لو رحتوا على نسبه 90% في فرق اكبر الفرق اللي في الرقم بيزيد صح. لو رحتوا على رقم بضرب 100% هتلاحظوا الرقم كمان بيزيد كفرق. السبب زي ما حكيت لكم هدول المنحنيات اللي عباره عن نورمال ديستريبيوشن معادله النورمال ديستريبيوشن في هاي المنطقه مش كثير التاثير يعني هي عباره عن مساحه مستطيلات بس في هاي المنطقه بتبطل مساحه مستطيلات بتصير عباره عن مساحه شنو منحنى فبتفرق معكم اكثر زي كيف اشبه لكم اياها. اكيد كلكم خلصتوا استاتكس وميكانكس صح؟ كل هون كان اسمه استاتكس وميكانكس لو اجيب ترسم رسمه المومنت دايجرام لا هذا اللي هلا لما تيجي ترسم رسمه المومنت دايجرام في ناس في رسمه المومنت دايجرام بتروح بتحسب الاكشن بتحسب شير بناء على رسمه الشير بترسم مومنت. في ناس ثانيه بتحكي لا الكانتيليفر رسمته هيك دبليو ال تربيع على 2 وهي سمي سبورت الدبليو ال سكوير على 8 بس بدي اسحب اللي هون اطلعها فوق فبده القيمة اللي هون. شو بعمل في القيمة اللي هون عشان يطلعها؟ بيحكي القيمة كاملة على اساس الافرج دبليو ال سكوير على كم نقطة. بطرح الافرج تبع هدول النقطتين كأني شريت هاي شو بيطلع معي؟ غلط. هلا هاي الفتوى اللي هو فتاها بناء على اساس انه النقطة هاي في النص. بس هي مش بالنص. بس هي مش في النص. بس ما دام الكيرف اللي هو عبارة عن بارابولا، هلا البارابولا تغيرها في المنطقة اللي في النص قليل وتغيرها في اللي على الأطراف عالية. فإذا هاي القيمة مثلا النص اللي إلها 3 هو عفوا النص اللي إلها خلينا نفترض عبارة عن 2.9 هو أجى حسب على 3 الفرق في القراءة صفر. فعشان هيك هذول الشغلات في النورمال ديستريبيوشن ما نفس الشيء. ومرة ثانية في حالة الـ 1 باوند كونفدنس انترفال كونفدنس انترفال نفس الاكزامبل اللي اخذناه هون بيطلع معنا في هاي الحاله هو عباره عن تاثير زد لالفا كامل بصير عندنا من جهه. هلا في هون عباره عن جنرال بروسيجرز للكونفدنس انترفال اطلع عليهم. لو كان عندكم اي فانكشن يعني بس على اساس الخص لكم الموضوع لو كان عندكم اي سامبل اخذتوها من اي بوبوليشن من خلال تعريف اي ثيتا من خلال تعريف اي استيميلا اوكي كيف تقدروا تحسبوا الكونفدنت انترفال بالنسبه لها هي نفس الطريقه هي احتماليه انه هاي السامبل اكبر من اللور باوند اقل من الابر باوند لكن الفانكشن اللي حيختلف هو الفانكشن اللي في النص. كيف حيختلف الفانكشن اللي في النص؟ هون لما اجينا اشتغلنا على اساس انه ديميو بناء على اساس انها نورمال ديستريبيوشن فانا عم بعوض معادله زد. هلا ممكن نطلع مش نورمال ديستريبيوشن هاي المعادلة تختلف ممكن يطلع مش ميو ممكن تختار سيجما او ممكن تختار اكس اوكي فكمان هاي الشيء هذول عبارة عن جنرال ديسكريبشن الغرفة كم يطلع. مثلا هون في اكزامبل لو كان الفانكشن هو عبارة عن اكسبوننشال ديستريبيوشن كيف تقدروا تحسبوها؟ الفرق الوحيد بس هي عملية التعويض بالنسبة للدولابل اللي بتحبوا نحب نقدر نطلع عليه مع بعض. هاي عبارة عن قراءات لـ exponential distribution عدد العينة n بدها تساوي 10 وطالب الـ confidence interval بناء على confidence 95 اوكي فأجى في التعويض من خلال الـ function بالنسبة للـ exponential distribution فهي عبارة عن 2 لاندا summation من xi بتساوي 1 ل n لكل قيم xi. اعتقد هاي في شابتر 3 وشابتر 4
اوكي بناء عليهم طلع عنده اللور باوند 9.59 والابر باوند عباره عن 34.18 طبعا الطول اللي عباره عن 2 في 10 هي بتساوي 20 اجى عوض القيم بوند شو احتماليه انه طول امتى السميشن لكل قيم اكس اي اكبر من 9.59 اقل من 34.18 فبطلع طبعا 95% بناء عليهم عمل نفس الطريقه اللي هناك النورمالايزيشن خلى لمده اكبر من 9.59 على 2 في سميشن اكس اي اقل او تساوي القيم بهاي فبطلع معنا في النهايه انه القيم بالنسبه للمده اللي عباره عن 0.144 كلور كونفدنس باوند والقيم عباره عن 0.5143 كابر كونفدنس فبطلع في النهايه هاي القيم للمده اللي انتم بدكم تعرفوها. انتم متذكرين في الاكسبوننشال ديستريبيوشن شو البارامتر اللي كان عندنا؟ لامدا. فهو بده قيم شورت رينج لقيم لامدا عشان يطلع في النهايه الكونفدنس انترفال 95%. هلا كيف الفكره؟ كيف اشتغلنا على النورمال ديستريبيوشن؟ واخترنا انه الاستيميتر هو عباره عن ايش؟ المين. تمام؟ هلا هون اكسبوننشال ديستريبيوشن فالاكسبوننشال ديستريبيوشن البارامتر اللي عندك عباره عن لمبه فعشان هيك بدي احول كل شيء بدلاله لمبه فالاستيميتر بالنسبه لي حيكون لمبه فشو الرينج لقيم لمبه بحيث النهايه بتطلع مثلا كونفدنس عباره عن 95% هو بس اللي بختلف الفانكشن اللي بعديها نفس الفكره حاجة على موضوع لو كان عندي large sample confidence interval على إيمي شرط إنه شغالين. هلا شو الفرق بين small sample وبين large sample؟ بدنا نقول الconfidence أعلى. كمان بنفس الوقت الفرق إنه الايرور الموجود عندي بيكون أقل. الشغلة الثانية أنا بدل ما أستخدم standard deviation أسوي بدل ما أستخدم الفارس بدل ما استخدم ستاندرد ديفيشن بقدر اروح استخدم الفارينس ما هي القيمه اصلا معروفه مش لما تكون السامبل كبير تلقائيا بقدر احكي انه هاي القيمه بتمثل البوبيليشن فانا ليش اشتغل على سامبل وانا عندي البوبيليشن عشان هيك في هاي الحاله القيمه لما تكون ان از لارج بصير بتعامل مع اكس بار ماينس ميو على اس على جذر ان فهو هذا الفرق يعني لو اس بتصير ان محل سيجما بالضبط اس بتصير ان محل سيجما بقيه الحال مش هتفرق ولا اي شيء فنفس الشيء قيمه المين هتكون اكبر من او تساوي اكس بار ماينس زد الف على 2 في اس على جذر ال اقل او تساوي اكس بار ماينس بلس زد الف على 2 في اس على جذر ال هذا الفرق الوحيد يعني مش هيفرق يعني اصلا القيم يعني ليش انا اصير اعوض سيجما على جذر ال بقيم ستاندرد ديفيشن الموجود عندي لما تكون على العين مثلا هذا عباره عن اكزامبل خلال هذا الاكزامبل اخذنا عينه عباره عن 53 سامبل وعددهم شهر هلا هدول ال 53 سامبل بتحكي فيهم عن الميرفي كونسنتريشن ان ذا مسل تيشوز في البارت بيريون اوكي فالقراءات بتطلعوا طبعا في البارت بيريون 1.23 1.33 لغايه ما نوصل اخر رقم هو عباره عن 0.4 فاجي حسب لهي السامبل عددها 53 المين حسب المين لهي السامبل عباره عن 0.525 حسب الميديان الميديان بيمثل القراءه الوسطيه بعد ما تعملوهم ديسندنج او اسندنج اوكي حسب ستاندرد ديفيشن لهي وطبعا بامكانه من خلال هدول يحدد المينيموم والماكسيموم بامكانه كمان بعد ما يعمل الترتيب يحدد متذكرين الفيرست كوارتايل السكند كوارتايل فعليا الميل الثيرد كوارتايل هو عباره عن ثلاث ارباع العينه فبناء عليهم حسب هذول القيم اللي موجوده. اوكي هلا طبعا شو الاساس اللي هو شغال عليه؟ متذكرين ايش اسمها؟ الليمت ثيوري سنترال ليمت ثيوري سنترال ليمت ثيوري لما يكون عندك عدد العين عدد العينه كبيره في هاي الحالة بتقدر تيجي تحكي مباشرة انه العينة هي عبارة عن نورمال ديستريبيوشن متذكرينها؟ كان اذا متذكرين الرقم انه ان اكبر من 40 صح؟ 30 30 فبناء على هاي ب
بناء على استخدام معينة 53 فعددها 53 فباستخدام اللي عبارة عن Central Limit Theorem فنقدر نيجي نحكي من هاي فولو النورمال ديستريبيوشن بناء على الارهاق بناء على نسبة دقة مقدارة 95% فجينا حسبنا قيمة ميو اللي هي عبارة عن x بار ماينس z 0.025 اللي هي عبارة عن الفا على دقة 95% اوكي لا طبعا ال x بار بلس z الفا على 2 في s على الجذر من خلالها بطلع معنا وقيمة ميو لازم تكون ضمن الرينج مثلا من 43% تقريبا ل 62% بناء هذول القيم كلها بتمثل كونفيدنس بالضبط كم 95 يعني بمعنى ثاني انا لو اخذت 100 سامبل احتماليه انه الجواب للمين لهذول ال 100 سامبل يطلع ضمن هذا الرينج هم عباره عن 95 قراءه للمين تطلع ضمن هذا الرينج وخمس قراءات تطلع خارج واضح كيف الفكره هلا 99% لو عملت 99% هذا الرقم حيقل وهذا الرقم حيزيد حيزيد معناها من كل 100 قراءة أنا بتوقع يعني يتوقع يعني إنه 99 قراءة يطلع من ضمن هذا الرينج قراءة واحدة تطلع خارج طبعا هاي بشكل جنرال لو كان عندك أي استيميتر أنت شغال عليك برامتر انك انت بتقدر تحدد الكونفيدنس انترفال مثلا الاستيميتر الموجود عندك اكبر او يساوي استيميتر فاليو ماينس زد الفا على 2 في ستاندرد ديفيشن لهذا الاستيميتر اقل او يساوي في طبعا الفاليو بعد الاستيميتر بلس زد الفا على 2 في نوت الستاندرد ديفيشن لهذا الاستيميتر فاي جنرال شو ما كان الاستيميتر اللي شغالين عليه بتقدر تطبق عليه هيك الساعة هلا 5 وعندكم الخيار الساعة 5 وعندكم الخيار بين نكمل وبين على أسبوع ثاني نعم على أسبوع ثاني هلا لو كان عندنا الفاريانس مش موجود لا ما نعم بنيجي ما يروح أنا قصدي إذا مسطلين عادي هو على شوية ثانية بس يعني هلا نفس الشيء هنكمل موضوع الكونفيدنس انترفال هنطلع معي في الشغلة أوكي لو لكن لو كان الفاريانس مش معروف لو كان الفاريانس هلا لو كان الفاريانس بالنسبة لكم مش معروف ما تقدروا تستخدموا النورمال ديستريبيوشن صح صحيح ما تقدرش تعمل نورمالايزيشن عشان هيك في حاجه اسمها تي ديستريبيوشن في حاجه اسمها تي ديستريبيوشن كيف الجداول الموجوده للنورمال ديستريبيوشن في جداول ثاني موجود للتي ديستريبيوشن خلينا نذكر خطوه في البكالوريوس احصائيين في احصائيين في احصائيه واحد اقرب لا لا في واحد بلا كان في اختياري في ماده اختياري كان عباره عن ماشي فعشان هيك نتعامل مع حاجة اسمها تي ديستريبيوشن هلا هذا تي ديستريبيوشن يصير بالنسبة للفايروس يعني ما بنطلع عليه بالنسبة للتي ديستريبيوشن حنستخدم تقريبا نفس الطريقة اللي حيكون في عندنا قيم التي فيها حتساوي اكس بار ماينس ميو على اس على جذر ان اوكي لكن الفانكشن البروبابيلتي دنسيتي فانكشن للتي ديستريبيوشن تختلف عن البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بالنسبه للنورمال ديستريبيوشن فالمعادله اللي هون تختلف عن المعادله هناك هلا حيضل عنده نفس الرينج انه اكس اكبر او اكبر من الماينس انفينيتي اقل من الانفينيتي القيمه الموجوده اوكي هلا في التي ديستريبيوشن بتطلع على حاجه اسمها ديجري اوف فريدم والديجري اوف فريدم هي عباره عن ان ناقص الديجري اوف فريدم لاي عينه موجوده هي عباره عن ان ناقص واحد يعني باجي بحكي انا كان عندي عينه وهي العينه الى قيمه ميو ان نون فاريبل سيجما سكوير فالراندوم فاريبل اللي هو عباره عن تي بيساوي اكس بار ماينس ميو على اس على جذر ان هاز اتي ديستريبيوشن وذ ان ماينس 1 ديجري اوف فريدم يعني لما انتم تصيروا تدخلوا على الجدول بينكم قيمتين
بهمكم قيمة T وبهمكم كمان قيمة N ناقص 1 اللي عبارة عن N ناقص 1 في الجري أوفي. فعشان هيك بتصير القيمة عبارة عن T وبتكونوا هون حاطين قيمة الجري أوفي. هلا كيف مثلا كنت تتعامل مع زد الألفا على 2 بتصير عبارة عن T القيمة بالنسبة ل T بالإضافة ل الجري أوف زي ما حكيت لكم. هاي حيصير عندي T distribution with K degree of freedoms. فعشان هيك حيصير جميع القيم اللي موجودة هنا عبارة عن T ألفا كوما K بالنسبة لل degree of freedom اللي موجودة. طبعا هذول كلهم موجودين بشكل ملخص هون. مش عارف ليش اليوم انه بلشت فيها كنت فاتح الكتاب مشيت عليهم نفس الطريقة اللي احنا حكينا عنه confidence interval بعدها السامبل سايز اللي احنا حكينا عنه بعدها بالنسبة للأبر كونفيدنس باوند اللي بتكون عبارة عن وان سايد كونفيدنس انترفال الأبر واللور فاليوز بعدها لو كان عندي لارج سامبل كونفيدنس انترفال اوكي احنا يمكن بعد الدي ديستريبيوشن اللي احنا عشان ما اقطع الموضوع خلينا اوقف اليوم لهون المحاضرة الجاي بقدر اكمل الفول يعني بكون حيكون مرهم زي مرهم فاليوم اوقف عند الـ T-Distribution المحاضرة الجاي ببلش في الـ T-Distribution بشكل عام بس يا ريت يكون معكم جداول تبعون يا ريت بس يكون معكم جداول تبعون الـ T-Distribution على اساس نطلع عليهم أفضل أن نظر distribution كل كان يستعمل مش هي مشكلة لكن كتير distribution يكون معكم سنطلع عليهم بعدين نمشي نأخذ شوية examples of applications ونمشي بعدين على الشيء بعدين هلا لاحظوا كل شابتر بصير يشرح اللي قبل يعني الاستيميتر ما كنتوش فاهمين معنى الاستيميتر لكن هلا هون بصير شو استخدام الاستيميتر وين موجود هلا هون حاليا نحكي عن degree of independence نحكي عن confidence interval حناخد confidence interval على الشرط اللي بعده عبارة عن hypothesis of testing في hypothesis of testing بصير كمان إلها معنى تاني فشي فبصير أمور أوضح شوي كم موضوع شايفينه صح؟ نعم؟ أربعة وخمسين بس كموضوع ضايع. لا هو ضايع على confidence interval بعديها hypothesis of testing وبعديها كموضوع رئيسي بعدين طول الموضوع. يعني إحنا وصلنا لحد ما ممكن بس اللي نحتاجه اللي هو اللي بعمله مش في. في هذا الموضوع سؤال. بس دكتور مثلاً لو خدمنا زاد. نعمل كل شغلة طبعاً من غضب إن شاء الله ماشي؟